قام فريق من طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان بتصنيع جهاز لفحص العوازل المستخدمة في أبراج الكهرباء للتأكد من مدى كفاءتها في عزل الجهد الكهربائي وكذلك اختيار التصميم المناسب لتنفيذها. كثيرا ما نرى أبراج الكهرباء في طرق السفر وتكون مغطاة بعوازل كهربائية لتفادي أخطار الكهرباء عند المرور بجانبها، إلا أن كفاءة هذه العوازل تتفاوت لعدة أسباب. لذا فكر مجموعة من طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان في تصنيع جهاز لتحديد التصميم المناسب للعازل ومدى صلاحيته في عزل الجهد الكهربائي. كلنا واحنا مسافرين بنقدر نشوف الابراج بتاعه الكهرباء وبنشوف العوازل اللي بتحمينا من اخطار الكهرباء. احنا مشروعنا اصلا مبني على العوازل دي، بنبدا ناخد العازل ونحطه على الجهاز بتاعنا. طيب لنفس الجهد بيبقى عندنا اكتر من ديزاين مختلف للعازل. مشروعنا بيفيدنا ان احنا نعرف انه احسن ديزاين، فبكده لو قدرنا نوصل للديزاين الكويس المصنع هيقفل خط الانتاج بتاع الديزاينات الثانيه ويشتغل على الديزاين الكويس ده. تاني حاجه عندي ان انا اقدر استخدم الجهاز بتاعي لو عملت ديزاين جديد باستخدام ماده اقل، اني اعمل تشيك عليه هل هو يصلح ولا لا. لو كان يصلح واستخدمت فيه ماده اقل فانا كده اتاكدت ان هو سليم معايا وقللت التكلفه الكليه بتاعت انتاج العازل. تالت حاجه بستفيدها ان الجهاز بتاعي بيقدر يحدد المكان المناسب للكورونا رينج. الكورونا رينج دي حاجه بتتركب على العازل بتاعي لما الجهد بيبدا يعلى عليه. وتعتمد فكره المشروع على جهاز تحكم لتوصيل الكهرباء الى حوض به الماء والعازل من خلال ذراع آلي، وذلك لرسم المجال الكهربائي للعازل. اول حاجه بيتكون منها المشروع بتاعنا الجهاز المتحكم الرئيسي البي ال سي، بعد كده الروبوت، بعد كده التانك اللي فيه الانسليتور. المتحكم الرئيسي هو اللي بيتحكم في الحركه بتاعه الروبوت بتاعنا وبيتحكم في وصول المياه للعازل عن طريق الكور اكس واي ميكانيزم، هو ده اللي بيقدر يمشي ويرسم لي المجال حوالين العازل. طيب احنا ليه استخدمنا مياه؟ عشان تعلي التوصيليه بتاعتنا عكس الهواء، لان الهواء التوصيليه بتاعته اقل. ويعد هذا الجهاز هو مشروع تخرج هذه الطلبه وهو الاول من نوعه في مصر. الجهاز بتاعنا هو امتداد لرساله الدكتوراه، الدكتور موجود عندنا في الكليه. بدأنا نحول الكلام النظري والنظريات لتطبيق عملي. استغرق تنفيذ المشروع حوالي 8 أشهر. الخطوات القادمة إن احنا ماشيين في براءة الاختراع لفكرة المشروع بتاعنا. تاني خطوة إن احنا عايزين نحول المشروع لمنتج صناعي، وده تواصلنا بيه مع شركة منتجة العوازل واحنا في طريقنا لده إن شاء الله.